ولذلك عند الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهٍ، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهٍ، قلب فارغ من متوجه إلى الله تعالى. هذا الموضع بالذات أنا من زمان بغى أنبه على شيء، وأنبه الأئمة الذين يصلون بالناس لما يستقبلونهم بالدعاء، دائما هذه ترد علي وأنساها، وتو سبحان الله في البال فأصطادها قبل أن تهرب. كثير من الأئمة تلاحظ أن لما يلتفت يقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا واجبرنا واهدنا وكذا، وعينا في ذا الباب مرة في ذا الباب مرة مرة في السقف، حتى أنت لما تشوف ذاك الإمام يدعو لك أحسن لك تقوم تدعو نفسك، لأنه هو يشوف كذا جالس مرة عينة في الدريش ومرة عينة في الباب، هذا قلبه حاضر في الدعاء ولا لاهي؟ وإذا كان ما لاهي فهو يستجلب أسباب له قلبه وتشتت خواطره. الخاطر تو أنت إذا جالس قدام واحد من الناس الوجهاء وتقول له أنا حقيقة محتاج كذا وكذا، وأنت تشوف مرة السقف مرة شو، أنت تبث حاجاتك، ايش بيقول ذا؟ وعنده عسكر يقول شلوه هذا، طلعوا برا، جيبوا واحد يعرف ادب المناجاه. فهذه حاله ينبغي ان يتادب بها الانسان بين يدي الله، يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام الله يستشعر مقام. وقف، ويقول الشيخ ابن عدي رحمه الله عليه: قف وقفة العبد على باب الملك، ليس الذي تلهو به بمشترك، لا شريك لله في كون الله حتى يشغلك عن الله وأنت بين يدي الله. من ذا الذي يضارع مقامه مقام الله حتى يلفت جوارحك أو يشغل خواطرك وانت تقول: لا يا ربي واللهم.